السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كالعادة أنا عبد الكريم من الجزائر، وفي الفيديو تاع اليوم ما شاء الله رايحين نشوفوا أفضل هواتف في الجزائر بسعر ما بين 20,000 دينار جزائري و 40,000 دينار جزائري. قبل ما نبداو هذا الفيديو بلا ما نوصي، ما تنساش تشترك وتفعل الجرس إذا كنت جديد، وديرنا جيم لهذا الفيديو باش تحفزنا. لما نطولوا عليكم خليونا نبداو على بركة الله. وعندنا أول هاتف الذي هو الجالاكسي أديس بسعر 22,000 دينار جزائري. هذا هاتف مليح وخصوصا الشاشة تاعو، ما عندي ما نقول عليه. عندنا الهاتف اللي بعده الاوبو اطر واس، سعر تاعو 22,000 دينار جزائري، وهذا الهاتف معروف بالبطاريه نتاعو، بطارية تدوم لوقت طويل. عندنا الهاتف اللي بعده الريدمي ويت ا، سعر تاعو 22,000 دينار جزائري، وهذا الهاتف يحتوي على بطاريه بسعه 5000 ملي امبير، وهذا هو الشيء المليح في هذا الهاتف. الهاتف اللي بعده عندنا الجالاكسي ام 10 بسعر 24,000 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الجالاكسي اديس اس بسعر 26,000 دينار جزائري، وهذا هاتف مليح وفيه البصمه، زادوا فيه البصمه. عندنا الهاتف اللي بعده هواوي ايجلاك برايم 2019 سعر تاعو 24,000 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا شاومي ريدمي 7 ماشي نوت، سعر تاعو 28,000 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الجالاكسي ام 20 سعر تاعو 29,000 دينار جزائري، وهذا الهاتف يجيب البطاريه سعتها 5000 ملي امبير. الهاتف اللي بعده عندنا شاومي مي ا 3 سعر تاعو 22,000 دينار جزائري، وهذا الهاتف مليح وخصوصا الكاميرا الخلفيه تاعو. عندنا الهاتف اللي بعده الريدمي نوت 7 سعر تاعو 35,000 دينار جزائري، وياتي هذا الهاتف ببطاريه 4000 ملي امبير وكاميرا 48 ميجا بيكسل. الهاتف اللي بعده عندنا الجالاكسي اترونت بسعر 35,000 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الهونور ويت اكس بسعر 37,000 دينار جزائري. الهاتف الاخر معنا عندنا الريدمي نوت ويت سعر تاعو 37,500 دينار جزائري. هذا الهاتف ثاني مليح وما عندي ما نقول عليه، ونزل جديد للاسواق الجزائريه. كان هذا هو فيديو اليوم خاوتي، ما تنساوش ديروا لنا جيم للفيديو باش تحفزونا. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.